بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل في كورس ريبيت ستراكشر 2019 في المحاضرة الرابعة. نفتح برنامج الريبيت ونواصل في شرح الأوامر من حيث ختمنا أمس. طبعا شرحنا أمر رمز رسم كولوم وأيضا الفاونديشن. اليوم إن شاء الله سوف نتعلم كيف نرسم بيم وأيضا بيم سيستم وأيضا كيفية رسم الفلور. طبعا إن شاء الله احنا بنمشي في رسم الأدوات أو في تعلم الأدوات الرسم حسب تسلسل التنفيذ. لكي نرسم سوف نأخذ أول أمر هو أمر رسم بيم. لكي نرسم بيم مثلا سوف نقوم برسم جريد بيم في الطابق الأرضي. نذهب إلى الطابق الأرضي، طبعا حسب المخطط الجريد بيم هو يتم رسمه حسب. نفتح الطابق الأرضي ونضع أبيام أسفل كل حائط جريد بيم، يسمى جريد بيم أو ميد بالعربي. نلاحظ أنه أي حوائط نضعت أسفلها أيش جريد بيم. نذهب إلى استركشر ونختار بيم. نلاحظ أن هذا الأمر بعد أن نختار أمر بيم تظهر معنا بعض الخيارات. هنا في الأول لود فاميلي، لو أردت أن يعني تجيب أو تستورد نوع معين أو شكل معين من الأبيام من المكتبة، وبجنبها هذه خيارات رسم البيم. إما أنك ترسم بيم على شكل لينر أو خط، أو بيم شكل منحنى، أو بيم كبك يكون معك مثلا على جريد، تختار بك وترسم على جريد. هنا في خيار يعني رسم أبيام على جميع الجريدات، لو اخترت اون جريد ثم حددت الجريدات سوف يرتسم البيم على هذه الجريدات. تاج اون بليسمنت بمعنى انه يظهر اسم البيم بعد رسم البيم مباشرة. اما هنا في الاوبشن بار بليسمنت بلان، يعني ما هو البلان الذي تريد ان ترسم فيه هذا البيم او هذا الجسر. يوسج ستراكشر يعني الفائده او الغرض الانشائي من هذا الجسر، يعني يعني نوعيه استخدامه، هل هو اوتوماتيك ام برلينز كما في الستيل او جويست او هوريزونتال بريسنج. لكن احنا هنا في الخرسانه سوف نختار اوتوماتيك. 3D سنابينج، هذا الخيار ان البيم يتاثر في ال3D، فاذا رسمت مثلا بيم مائل على عمود مثلا عمود طوله 6 متر وعمود طوله 6 متر وبينهم عمود طوله 3 متر وتم رسم البيم من العمود 6 الى 3 ثم الى 6، فانه البيم هذا يتحرك مع تحرك ايش طول الاعمده سواء كان قصير او بسيط. ان شاء الله سوف نشرحه. التشين هذا عباره عن الرسم بطريقه متتابعه او بطريقه منفصلة، إذا اخترت شين سوف يتم الرسم بطريقة متتابعة. نأتي إلى البروبرتيز، هنا تختار نوع البيم، هل بيم مستطيل أم هل بيم ستيل، وإذا أردت زي ما قلنا نوع آخر تختار من لود فاميلي، وتذهب إلى المكتبة لو مثلا تريد بيم آخر. نذهب إلى المكتبة RVT 2019 وندخل الى ريبريز. طبعا المكتبه بتاعت الابيام اسمها ستراكشرال فريمينج، ستراكشرال فريمينج. لاحظ هنا ثم نختار مثلا كونكريت. لاحظ بي معنا هذا بيم مستطيل، هذا بيم كشكل تي، ممكن تختار شكل تي كما تحب او حسب الرسمه حقتك. ثم تختار مثلا بيم مستطيل على سبيل المثال بهذا الشكل، ثم تختار ايديت تايب وتعمل دبليكيت، سمي ايش بيم جديد وتحافظ على مع بقاء حق المكتبه كما هو. ونكتب هنا مثلا بيم 1 او بيم مثلا في البدايه بي اوكي. لاحظ انه بيقول لك ذا نيم از اوريدي از يوز، يعني هذه التسميه موجوده من قبل. نختار مثلا بي 1 على سبيل المثال اوكي. ثم نضع هنا البي بتاع العمود عرض الجسر على سبيل المثال 25، وهنا سمك الجسر على سبيل المثال 50 اوكي. ثم نذهب الى الرسم، نختار من هنا اول حاجه لينر ونذهب الى الرسم بهذا
الشكل. لاحظ تظهر أيضا هنا، ممكن نرسم البيم من السنتر بهذا الشكل. لاحظ ثم نختار مثلا أمر تشين حتى يواصل الرسم، ومن هنا لهذه المنطقة ثم لهذه المنطقة. وهكذا نواصل الرسم حسب المخطط المعماري. لاحظ تم رسم أمر بيم. الآن مثلا لو أردنا مثلا أن نعدل على السمك أو على البعد أو على أي حاجة، ما علينا إلا أن نختار مثلا البيم، ثم نختار البيم ونذهب إيديت تايب مثلا، ونعمل دوبليكيت ونغير الأبعاد. مثلا أردنا أن نغير هذا بدل من 50 إلى 60 على سبيل المثال. التعديل زي ما قلنا أي سهل في برنامج الريفيت. الآن تلاحظوا تغير البعد من 50 إلى 60. لو ذهبنا إلى 3D لاحظ هذه هي الأبيام، لاحظ هذه الأبيام، نختار ريلستيك، هذه الأبيام حقتنا، تمام. لو أردنا أن مثلا نرسم أبيام في شدادات بين القواعد، لاحظوا هنا مرسومة طبعا في الفاونديشن. لاحظوا لما أجينا للفاونديشن الأبيام موجودة في الفاونديشن، لكن لما أجينا لل3D لا يوجد أصلا أبيام في الفاونديشن. ولكن والسبب في ذلك هو أن مستوى الرؤية في القطع مختلف. ممكن أن طبعا الأبيام هنا لو أردنا أن نحن نحذفها مثلا، هي غير موجودة في الفاونديشن، طبعا هي موجودة في الجراوند، لكن لما نجي نحذفها لاحظ أنها تنحذف فين؟ في الجراوند. هي طبعا ليست موجودة في الفاونديشن، ولكن مستوى الرؤية هو الذي بيظهرها وكأنها موجودة في الفاونديشن. لكي نغير من مستوى الرؤية نذهب إلى في اورنج. لاحظ ان مستوى الرؤية هنا 2.5، نعمله ايش؟ 1. اوكي، لاحظ انها اصبحت غير موجودة. مثلا لكي نرسم شدادات من نفس المكان نختار امر بيم ونفس الخيار، لاحظ نختار من هذا المكان لهذا المكان مثلا لا بهذا الشكل، وممكن من هنا لهنا على سبيل المثال. لو عملنا شدادات في أطراف المبنى نأتي إلى 3D، لاحظ أنه تم رسم شدادات بهذا الشكل. طيب لو أردنا مثلا أن الشداد هذا نرفعه إلى أعلى، مثلا يكون على في منسوب أيش؟ في منسوب سطح الأساسات، نختاره ومن هنا نلاحظ في حاجة اسمها Z Offset، يعني أنه يرفع إلى فوق أو ينزله إلى تحت. لو عملنا مثلا بسمك القواعد 0.5، انه ايش؟ قام بعملية رفعه الى منسوب ايش؟ منسوب القواعد، او نعمل بوينت ايش؟ بوينت 6 بسمك الجسر. لاحظ انه الان في منسوب القواعد. ولو اردنا مثلا ان نجعله ايش؟ في منتصف الطابق، ايضا نرفعه بمسافة اخرى، مثلا على سبيل المثال متر. لاحظ ان الجسر يرتفع ايضا في اعلى منسوب القواعد. بهذا الشكل ممكن ان تحط جسور في منتصف الطابق. ايضا يوجد هنا مثلا اذا حددت البيم سوف تلاحظ ظهور هنا، لو ضغطت عليه ممكن ترفع البيم من هذه الجهه بحيث يكون مائل. على سبيل المثال نضغط ايش؟ متر. لاحظ انه ايش؟ عمليه ميلان الجسر. لو عمل كنترول زد ايضا هو في نفس المكان هنا، هو من نفس المكان ستارت ليفل اوفسيت وايضا اند ليفل اوفسيت. مثلا لو وضعت هنا ايش؟ سالب واحد، لاحظ ايش بيحصل؟ قام انزل من هنا او هبطه الى اسفل بمقدار سالب واحد، وهكذا ايش؟ لكي تحصل ايش؟ ميلان. ايضا ممكن نجعل الجسر هذا بزاويه 45، السكشن حقه بزاويه 45، نحدد الجسر في هنا اسمها كروس سكشن. لو عملنا مثلا 45 لاحظ كيف بيكون شكل الجسر. ممكن نعمل سالب 45 مثلا عشان يظهر قدامنا شوية، سالب 45، لاحظ انه كيف اصبح ميلان الجسر بزاوية ايش؟ 45. يمكننا ايضا ان نرسم ايش؟ بيم تي سكشن.
لكي نرسم بيم دي سكشن نختار أمر بيم ونذهب إلى المكتبة ونختار ندخل من المكتبة ليبراليت ونذهب إلى structural framing، نذهب إلى structural framing concrete ونختار التي سكشن هذه ثم نضغط على ايش اوكي، نختار edit type ونسميه مثلا بي 2 على سبيل المثال، ومن هنا ندخل الابعاد هنا البي عرض البيم وليكن على سبيل المثال 25، وهنا الاتش حق البيم ممكن تكون 50، وهنا طبعا السلاب ثيكنس الذي هي الفلانج سمك الفلانجه ويكون هو سمك ايش البلاطه، وايضا بلان انفل رايت وبلان انفل ليفت الذي هي ايش الحافه اليمنى واليسرى اوكي، ونذهب الى رسم ايش بيم. لاحظوا ممكن ترسم ايضا بيم وانت ايش في 3 دي، لاحظ هذا البيم التي سكشن، لاحظ ممكن نغير ابعاده، لاحظ انه الحافه هذه اليمين واليسار ممكن نغيرها، ومن edit type ونختار هنا مثلا بوينت نص، وهنا ايضا ايش بوينت نص، ونعمل ايش ابلاي، لاحظ انه ايش ازداد ايش الفلانجة هذه طولها، وطبعا تحدد حسب ايش حسب كود التصميم. ايضا ممكن رسم نذهب مثلا الى الجراوند فلور، فيما يخص ايضا البيم لو عمل مثلا ممكن تعيد رسم بيم باختيار البيم ثم تختار ايش كرييت سيميلر. لاحظوا لو جينا نشوف الخيارات الاخرى، هذا يرسم بيم مثلا على شكل منحنى، لو اخترت هذا الخيار تختار النقطة الاولى والنقطة الثانية ثم ترسم ايش بيم، لاحظوا انه ايش ارتسم بيم على شكل منحنى كما في الشكل، لاحظ 3D في احيانا جسور تكون بهذا الشكل. ايضا كريت سيميلر ونختار البيم مرة من اخرى ثم نشوف الخيار الاخر، الخيار هذا سنتر اند ارش بمعنى انك تحدد له نصف القدر ثم ترسم ايش ثم يرسم لك دائرة بالقدر تمام. بالنسبة لتنجنت اند ارش هذا يصل بين جسرين، بمعنى لو اننا عملنا جسر من هنا وجسر بهذا الشكل وأردنا أن نصل بينهم فنختار مثلا create similar ثم نختار هذا الخيار ونختار النقطة الأولى ونختار النقطة الثانية، لاحظوا أنه يقوم عملية وصل بين الجسرين. أيضا نشوف بقية الخيارات معنا هنا ايش fillet arch، fillet arch هذه تقوم بعملية عمل chamfer أو مثلا زي الدائرة بين التقاء جسرين، على سبيل المثال لو رسمنا مثلا جسر بهذا الشكل وبهذا الشكل وأردنا أن نعمل بينهم هنا زي نصف دائرة أو دائرة أو منحنى، فنختار الجسر ثم نختار ايش فيلت ارش، نختار ممكن الآن نحدد نصف القطر تمام، ممكن نحدد نصف القطر مثلا متر أو نص متر أو كذا، ثم نحدد الجسر هذا والجسر هذا دايركت ويقوم ايش ما يعمل لهم فيلت. ايضا بالنسبة للخيارات الاخرى هذا يرسم لك ايش يرسم لك سبلاين جسر على شكل يعني النقاط بشكل عشوائي، مثلا لو اخترت كذا لاحظ يقوم ايش يرسم لك جسر بتشكيله ايش تشكله ايش كيف ما انت تريد. ايضا الخيار الاخر الذي هو ايش بارشل اليبس يعني نصف او نقول قطعة ناقص جزئي، لاحظ قطعة ناقص جزئي لو عملت كذا وعملت كذا لاحظ يقوم يرسم لك قطعة ناقص جزئي. أما الأخير فهو عبارة عن بيك لاين، بيك لاين بمعنى لو اخترت بيك ومشيت على اختار مثلا هذا الجريد لاحظ انه يقوم ايش بعملية رسم جزر على هذا الجريد بالكامل. أيضا في معنا هنا رسم اون جريد، مثلا لو اخترت لاين واخترت اون جريد يقوم ايش يقوم بالرسم على اي جريد يحصله، لاحظوا عملت كذا قام رسم ايش على اي جريد ولكنه يرسم على جريد الى نقطة تقاطع فقط، لاحظوا انه قام رسم مثلا لو جيت اخترت هنا قام رسم داخل هذه المنطقة، فهذه ممكن تسهل لك لو جميع الجريدات عليها ايش جسور ثم تختار فينيش بعد ذلك بعد ان تخلص. طيب
في حاجة اسمها هنا تاج اون بليسمنت. تاج اون بليسمنت معناه يضع لك اسم البيم الذي عملت له من دبليكيت على الجسر بعد رسمه. فمثلا لو اخترت تاج اون بليت ومشيت ايش ارسم، لاحظ انه ايش وضع بي 1 على الجسر. الآن سوف نقوم بعملية ايش رسم، سوف ننتقل الى البيم سيستم. سوف نتعلم امر رسم بيم سيستم. سوف ان شاء الله نرسم اعصاب في الطابق، سوف نرسم بلاطات. الطابق المتكررة هي عبارة عن بلاطات خردي. طيب نذهب الى الطابق الاول او بلاط او سقف الطابق الارضي، ومفترض اننا نقوم برسم اولا الهيدن بيم. نرسم ايش نرسم الجسور المخفية قبل رسم الأعصاب. ولكي لا نطول في الفيديو سوف نقوم بعملية نسخ الأبيان من الجريد بيم إلى الطابق الأول، ثم نقوم بتغيير أبعادهم إلى أبيان مخفية. فمثلا نختار الأبيان بهذا الشكل، تمام، ونختار فلتر، نختار بهذا الشكل الأبيان فلتر. لاحظ انه ما بيتعرف على البيم، ما في مشكلة. نختار احد الابيام، كليك يمين، ثم نختار ايش select invisible. قوم ايش باختيار جميع الابيام، نعمل لهم كوبي، جيبهم لنا الى وين، الى الطابق الاول. نذهب الى الطابق الاول نحصلهم ايش موجودات، نختارهم من جديد او كان مفترض لا نعمل كليك، ما في مشكلة select invisible. نعملهم edit beam دبليكيت ونكتب ايش هيدن بيم. اوكي نعمل هيدن بيم موجوده، ما فيش اشكال. نعمل هيدن بيم ايش هيدن بيم 1 هنا اتش. اوكي ونعمل عرض الجسر، مثلا عرض الجسور مبدئيا عرضها مثلا 50، وسمك الهيدن بيم هو سمك البلاطة. وانا سوف مبدئيا نضع سمك البلاطة 27 سنتي وعرضها ايش البيم. طبعا الهيدن بيم عرضها يكون اكبر من سمكها. اوكي لاحظ انه سوف يقوم بعملية تغيير للعرض. طبعا هذا العرض، عرض الهيدن بيم هو طبعا يطلع من التصميم ويختلف من جسر الى جسر، ليس كل الجسور عرضها متشابه، ولكنها سوف نعمل كذا مبدئيا. يلا لكي نرسم بيم سيستم لازم قبل ان تذهب الى امر بيم سيستم تعرف عرض الرب وسمك الرب من وين، من امر بيم. تذهب الى امر بيم وتعمل edit type duplicate ومثلا نسميه رب R1 مثلا الرب، ثم نضع هنا عرض الرب وليكن على سبيل المثال مبدئيا 12، وسمك الرب هو سمك البلاطة نفس الهيدن بيم 27 مثلا. اوكي بعد ذلك تضغط على اسكيب وتخرج من الامر. الغرض من هنا ان احنا نعرف ابعاد البيم سيستم فقط او العصب. ثم نذهب الى بيم سيستم. لاحظ انه لما تضغط على او تنقر على امر بيم سيستم يظهر لك مجموعه من الخيارات مثل اي امر. هنا اوتوماتيك بيم سيستم بما يعني انك ترسم اعصاب على ابيام مرسومه من قبل مثل هذه الابيام. لاحظ اوتوماتيك يعني يكون في ابيام موجوده هي التي بتحمل الاعصاب. اما اذا اردت انك ترسم في مساحه او في مكان ليس فيه ابيام مرسومه من قبل فتختار ايش سكتش بيم سيستم. اما بالنسبه لتاك اون بليسمنت نفس الشيء، يضع اسم الاعصاب بعد رسمها. ناتي الى اوبشن بار،